السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نتعرف كيف نحن ممكن نغير شكل الايكون الخاصه بالتطبيق اللي عنا. طبعا كل تطبيق اكيد بيكون له ايكون خاصه فيه، بتكون هي طبعا باغلب الاحيان هي اللوجو الخاص بالتطبيق. طبعا كيف ممكن نغير الايكون الخاص بالتطبيق؟ بكل بساطه بروح بكتب ايكون لانشر بهذا الشكل، تمام. حنكتب ايكون لانشر فلتر بوب بهذا الشكل. طبعا بنفوت على اول بلجن بتظهر عندي بهذا الشكل، تمام، وبستعمل هاي البلاجن. طبعا استعمالها بسيط. في ملاحظة بسيطة، إلا أنا البلاجنات اللي استعملتها بالفيديوهات السابقة أنا هي كانت بلاجنات عم بتفيدني لأعمل شيء داخل التطبيق، بس هي بتفرق. هي أنا بس هعدل الأيكون. تعديل الأيكون عادة ما رح يكون يعني كل مرة، يعني ما رح يكون من داخل التطبيق، إنما رح يكون من الخارج. لذلك أنا بدل ما أضيفها بالديبندنسز حضيفها بالديف ديبندنسز. طبعا مثل الشرح اللي موجود هون، طبعا هون موجود الجايد دليل الاستخدام كامل، يعني اللي عارف يقرا لغه انجليزيه اموره راح تمشي بالسليم ان شاء الله، اللي ما عارف يتعلم لغه انجليزيه. برمجه بدون لغه انجليزيه ما بتمشي، مستحيل، تمام. فرح اعمل كنترول سي بهذا الشكل، حروح للفي اس كود، تمام، ورح اروح طبعا للسبيكت يامل بهذا الشكل، حضيفه بالديف ديبندنسز. بندور على الديف ديبندنسز بهذا المكان، وراح اضيفها بهذا المكان ببساطة شديدة، تمام. بعد ما اضيفها طبعا حاعملها كنترول اس، حاعمل فلتر بوب جيت بهذا الشكل. ثاني شيء حنروح طبعا ننسخ الفلتر ايكون ايضا بالديف ديبندنسز، وراح تكون على محاذاة، او عفوا مو بالديف ديبندنسز، حتكون باسفل الديف ديبندنسز ولكن على محاذاتها، تمام، على محاذاتها تماما. فانا اللي راح اعمله ببساطة شديدة، تمام، حانسخ هذا الكلام هون كنترول في بهذا الشكل، ومتاكد انه الفلتر ايكون على محاذاه الديف ديبندنسز بالضبط، تمام، بهذا الشكل، تمام. انا هون طبعا حاختار مسار الصوره اللي عايزها تكون اللوجو الخاصه بالتطبيق. انا مسار الصوره اللي عايزها تكون اللوجو، انا عندي بالايمجز صوره اسمها logo.png، انا عايز هي الصوره تصير هي اللوجو الخاصه بالتطبيق. كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ قال ببساطه بنشوف شو مسار الصورة، اللي هو طبعا images مثل ما شايفين images بهذا الشكل، تمام. داخل الايمجز عندي صورة اسمها logo.png، انا عايز هي الصورة تصير الايكون الخاصة بالتطبيق، فرح اكتب logo.png بهذا الشكل، تمام، من دون اي مشاكل ان شاء الله وما بيكون عندي اي مشكلة. هعمل طبعا flutter pop get بهذا الشكل، تمام، مرة ثانية عشان نتأكد ان التغييرات تمت بنجاح. حروح للتيرمينال بكل بساطة، ورح أعمل فلتر كلين، هعمل هون فلتر كلين بهذا الشكل، حلو. بعد ما أعمل فلتر كلين حأرجع طبعا للدوكيومنتيشن، وحروح أنسخ هذا الكلام فلتر بوب ران فلتر لانشر ايكون مين. ليه؟ عشان ينفذ لي التعديلات، تمام، عشان ينفذ لي التعديلات، يعني عشان يغير الايكون، لانه هو راح يغيرها من خلال التيرمينال. بس قبل ما يغيرها في ملاحظه كثير مهمه. في طريقتين لتغيير الايكون، اما من خلال هي البلجن، او الطريقه الثانيه هي الطريقه اليدويه. الطريقه اليدويه يلي بيستعملوها هن اللي بيكتبوا النيتف. النيتف مثل الجافا، مثل السويفت، مثل هي الامور. انت اذا كنت عارف نيتف بتقدر تعدلها يدويا. طبعا التعديل اليدوي مو صعب، يعني حتى لو مش عارف نيتف الموضوع بسيط، انت كل اللي عليك انك تروح للاندرويد بهذا الشكل، حتروح للاب، تمام، حتروح للسورس، حتروح للمين، حتروح للريسورس بهذا المكان، طبعا اختصارا كلمه ريس، تمام، حتلاقي عندك مجموعه من الصور، هي الصور هي طبعا المقصود فيها الايكون الخاصه بالتطبيق، شايفين بتظهر بهذا الشكل. طبعا وحتظهر عندكم باحجام عديده، يعني ال HDBI، تمام، هي اذا انتم كنتوا عايزين تغيروا الايكون لازم تروحوا تعملوا الصوره اللي انتم عايزينها تكون مثلا هي الايكون، لازم تروحوا تعملوها بعده احجام وتكون نفس الاحجام الموجوده عندي هون بكل مجلد. يعني مثلا انا اروح استبدل هي الصوره بصوره نفس حجمها تماما بالنسبه للطول والعرض، يعني لازم اروح التزم بالاحجام. فانا مثلا اذا عندي صوره حتكون اللوجو لازم اروح اعملها بعده احجام، تمام. فانا طيب الموضوع مرهق كثير يعني، وحياخذ وقت وارهاق كبير. لا ومو بس هيك، انت مو بس رح تعدلها بالاندرويد، لا انت لازم تروح تعدلها بالاي او اس عشان اللي بيستعملوا ايفون، تمام. تعديلها بالاي او اس نفس الموضوع، حتروح طبعا للمجلد اللي اسمه طبعا اي او اس بهذا الشكل،
حتختار الرنر، حتختار الاسيتس بهذا الشكل، حتختار الابلكيشن ايكون بهذا المكان. حتشوف عندك مجموعة من الصور ايضا باحجام مختلفة، لازم تروح انت تعمل الايكون الخاصة بالتطبيق بعدة احجام. طبعا الموضوع مرهق، يعني مو معقولة انت تجيب مثلا الصورة اللي عايزها تكون الايكون لانشر الخاصة بالتطبيق، تروح مثلا على الفوتوشوب تعملها ابعاد 20 ب 20، 29 29، 40 40، 60 60، 76 76 الى اخره. الموضوع مرهق يعني بشكل كبير جدا. الحل ببساطة هو عبارة عن بلجن نحن بنستعملها ببساطة شديدة اللي هي الايكون لانشر. طبعا بعد ما نضيفها لملف السبيكت يامل بكل بساطة، حنروح مثل ما اتفقنا نجيب الفلتر بوب ران فلتر لانشر ايكون مين بهذا الشكل، وحنلصقها طبعا بالكوماند لاين بهذا الشكل. تمام، بعد ما انسخها بالكوماند لاين حاضغط طبعا على انتر وحيقوم بتنفيذ التعديل بنجاح. طبعا انا هون عندي خطأ عم يقول لي بوب فينيش ويز اكزيت، المشكلة اللي عندي بنقرأها لنعرف شو هي المشكلة. تمام، باكج بورت ار اي، تمام نرجع نتأكد. تمام اوكي، تمام حلو كتير هذا الكلام. نتأكد اول شيء انه نعمل فلتر بوب جيت مرة تانية. تمام بهذا الشكل، وحنعمل فلتر كلين اكيد. بعد ما اعمل فلتر كلين حاعمل فلتر بوب جيت عادي، مشاكل اللي لقيناها معروفة يعني. تمام بهذا الشكل حارجع طبعا استعمل الفلتر بوب ران فلتر لانشر ايكون مي واضغط انتر. تمام ننتظر شوية وقت لبين ما يقوم بتعديل الايكون. تمام بنلاحظ مثل ما شايفين انه فعلا قام بعمل creating default icon android وقام بالتعديلات اللازمة وتم جنريت لانشر ايكون، يعني قام بتوليد اللانشر ايكون بنجاح. هلا طبعا لو رحنا لمجلد الاندرويد حنلاحظ انه غير لي الايكون. لو رحنا للاب للسورس للمين للريسورس بهذا الشكل حنلاحظ انه طبعا ضاف لي الايكون اللي انا عايزه، شايفين بهذا الشكل ضافه بكل هالمجلدات، يعني راح اشتغل كل هذا الشغل اوتوماتيكيا بدل ما انا اروح اتعذب ضيفه بكل مجلد، لا راح لحاله ضافه بالاندرويد وبالاي او اس وبجميع الاحجام اللازمه. هي هي وظيفه بكل بساطه الايكون لانشر. حنروح نتاكد اذا فعلا غير الايكون ولا لا. حنروح للابلكيشن اللي عندي، اقوم بحذف طبعا الابلكيشن الغاء التثبيت من الجهاز الخاص الموجود عندك. تمام عشان نرجع ننزلها عشان تظهر الايكون الجديده. بعد ما نحذفه حنرجع نشغل تمام من اول وجديد، حننتظر لبينما يتم التشغيل. طبعا الموضوع بياخذ وقت حسب سرعه اللابتوب اللي عندك. اوكي بيفتح عندنا التطبيق بهذا الشكل. تمام بعد ما يفتح عندك التطبيق بتروح طبعا بتتاكد من الايكون الخاصه فيه هل تم التغيير ولا لا. فعلا قام بتغيير الايكون، فعلا الايكون صارت مثل اللي موجوده عندي بالضبط، شايفين بهذا الشكل صارت الايكون الخاصه بالتطبيق بهذا الشكل نفس اللي ضفته انا. فعلا ضافه ولا لا؟ اوكي بهذا الشكل بنكبر. اوكي فعلا هي الايكون نفسها اللي انا ضفتها. تمام لنروح نتاكد، حروح انا للايمجز بهذا الشكل لللوجو. تمام فعلا نفس الايكون بالضبط. بنلاحظ انه فلتر لحاله بيعمل لك باك جراوند كلر ويت، يعني لون ابيض باك جراوند، وبيعطيها طبعا الشكل الدائري حسب نظام الاندرويد اللي انت عم تستعمله. هل هو خاص، هل هو جوجل نيتف، يعني اذا انت عم تستعمل جوالات الجوجل بيكسل فبيعطيك نظام الاندرويد الخام بهذا الشكل، اذا انت عم تستعمل السامسونج حيعطيك واجهه الوان يو اي، كل واجهه الى طريقه ب طبعا شكل الايكون الخارجيه. هلا انت حددت اللوجو بس هو لحاله عمل لك اياها، شايفين راديوس دائريه. تمام هي مثل ما اتفقنا حسب الواجهه الاندرويد اللي عم تستعملها، هل هي وان يو اي خاصه بالسامسونج، هل هي مثلا الواجهه الخام مثل جوجل بيكسل، هل هي واجهه خاصه بشاومي، هل هواوي، كل واحد له سيم خاص فيه مثل ما بنعرف. تمام فطبعا بيختلف الموضوع من نوعيه لنوعيه محدده وحسب ايضا اصدار الاندرويد الموجود عندك، هل هو اندرويد 11 اندرويد 10 اندرويد 9، كل هاي الامور بتلعب دور بالامور الاضافيه الخاصه بشكل الايكون. اتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم.